ياسر دائما كيجيبوا العيش كيجيب واحد العصير صراحه راه كيما قلت لكم بلي دابا تجيبوه راه غادي نقول لكم بالصيتون انا صيفطت شي ديار تنصيفو ليهم كيعجبهم وغادي نشاركو معكم حتى نتوما باش تجيبو بزاف باش تكونوا هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم الى لقينا فيديو مقبل ان شاء الله راه كاين الجديد والجديد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في يومية أم شمس. كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. فيديو جديد، وصفة جديدة عبارة عن العصير منعش. كيجي واحد العصير، يا سلام. ويلا نبداو على بركة الله. عندنا هنايا ربعة ديال الفريز، الفريز كنديرو في المجمد حتى كيجمد عاد كنقطعوه. عندنا هنايا ثلاثة المعالق ديال سنيدة، عندنا هنايا الياغوت ديال الخوخ، نكهة ديال الخوخ. عندنا هنايا الخوخ والشهدية، وعندنا هنايا واحد الكلاص كراميل، هذا راه كيعطيه واحد المذاق، يا سلام. وعندنا هنايا الماء بارد، السيترو ديال الماء بارد، ولا على حساب الماء، على حسب نتوما شحال ديال الماء بغيتو. عندنا هنا إطرو ديال الحليب تا هو يكون بارد. ويلا نبداو على بركة الله. من بعد ما قطعنا الخوخ ديالنا والشهدية حيدنا ليهم قشرة، كما قلت لكم راه كيجي بحال منعش. خلينا لها شوار ديالنا، غادي نضيفو الفريز، غادي نضيفو معاها الخوخ والشهدية. غنضيفو سنيدة، نضيفو شوية ديال الماء من بارد متلج، غنضيفو الحليب ديالنا كما قلت لكم، وغادي نطحنو العصير ديالنا ومن بعد نرجع معاكم. العصير ديالنا احنا رجعنا معاكم من بعد ما طحنا العصير ديالنا. كيجي كيجي منعش، يا سلام كيجي بارد. حنا رجعنا معاكم كما قلت لكم، هذاك الكلاص نضيفوه، كراميل نضيفو، هذاك الياغوت، نكهة الخوخ. كما قلت لكم هذا العصير اللي ذاقو عندكم راه غادي يسولكم صراحة، كيجي عصير يا سلام. كنضيف فيه الحليب كما قلت لكم، إطرو ديال الحليب والماء راه ما كاملش إطرو، يعني غنسيطرو ما كاملش، تنسيطرو ما كاملش، يعني على حسب كل واش شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي يكون معقد شوية، كاين اللي كيبغيه يكون جاري شوية. نهم ونرجع معاكم. احنا رجعنا معاكم، ها العصير ديالنا كي كيجي بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوه، راه غادي تجربوه راه غادي يعجبكم. ها هو كي كيجي، راه كيجي يا سلام، كيجي منعش، كيجي واحد العصير صراحه راه كما قلت لكم اللي ذاقو عندكم راه غادي يعجبو. نقول لكم بصيفطو، وانا راه صيفطت لشي ضياف كنصايبو ليهم كيعجبهم، وبغيت نشاركو معاكم حتى نتوما باش تشوفو باش تستافدو حتى نتوما. واحد العصير يا سلام كيجي رائع 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 صراحة. كما قلت لكم هذا العصير منعش، هذا راه كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله. راه كاين الجديد والجديد ان شاء الله باذن الله.